السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في الجزء الثاني من الدرس الأولاني في الفيزيكال ميجرمنتس. فاتكلمنا في الجزء الأولاني عن الفيزيكال ميجرمنتس، خدنا في الديفينيشن أوف فيزيكال ميجرمنتس، خدنا الكي ألمنتس، خدنا تو كي ألمنتس بس، خدنا الفيزيكال كوانتيتيز وخدنا الميجرينج تولز. النهارده إن شاء الله هنكمل الجزء الثاني اللي هو الميجرينج يونتس. يلا بينا. اهلا بيكم مره تانية. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اليونتس او التولز. فور اكزامبل، لو انا عندي فور اكزامبل يا شباب، قال لي انا عندي ماس، الماس ده وليكن ايكوال 5. طبعا اول سؤال هيجي في بالك 5 ايه؟ 5 ايه معنى كده انها حاجه غير معرفه، بنسميها مينينجلس. مينينجلس يعني حاجه مش معروفه، حاجه غير معرفه. طب عشان اعرفها محتاج ايه؟ محتاج حاجة بسميها يونتس. زي مين يا شباب؟ زي اما اقول مثلا الماس ايكوال 5 كيلو جرام، يبقى انا حطيت اليونت هنا بيسايد ذا نمبر، يبقى هنا اليونت عرفت لي الفيزيكال كوانتيتي، يبقى انا محتاج الميجرنج يونت عشان اقدر اعرف الفيزيكال ميجرمنت الفيزيكال كوانتيتي. يبقى الكمية الفيزيائية لازم تعرف بدلالة مين يا شباب؟ بدلالة اليونت. يبقى اي كمية فيزيائية عندنا طبعا لها ايه يا شباب؟ لها يونت. طبعا باستثناء بعض الكميات الفيزيائيه البسيطه جدا اللي ملهاش ايه؟ يونت، زي الريلاتيف دنسيتي، لانها بتبقى يا شباب ريشيو بتوين تو فيزيكال كوانتيتيز اوف ذا سيم كايند، يعني هي بتبقى نسبه بين كميتين، واحده فوق واحده تحت، الاثنين فروم ذا سيم كايند، يعني الاثنين من نفس النوع، زي بنسميها الريلاتيف دنسيتي، وحاجه اسمها بنسميها الابسوليوت ريفراكتيف اندكس. الاثنين دول ان شاء الله هناخدهم في الصف الثاني السنه وان شاء الله. تمام، ده بالنسبه للميجرنج يونتس. طيب احنا عندنا في الميجرنج يونتس عندنا 3 سيستم. عندنا حاجه اسمها الفرنش سيستم، اول حاجه عندنا يا شباب ايه؟ الفرنش سيستم، وعندنا البريتش سيستم، وعندنا حاجه بنسميها المتريك سيستم، المتريك يا شباب سيستم، او بنسميها الاس اي يونت، او بنسميها الانترناشونال سيستم اوف يونت، انترناشونال سيستم في يونت. تعالوا نشوف يا شباب. طبعا احنا هنعمل كومباريزون بين الثلاثه من حيث اللينث، اوكي، ومن حيث الماس، اوكي، ومن حيث مين يا شباب؟ التايم. يبقى احنا ناخد اليونتس اوف لينث واليونت اوف ماس واليونت اوف تايم بالنسبه للفرنش سيستم والبريتش سيستم والمتريك سيستم. تعالوا نشوف. اول حاجه عندنا الفرنش سيستم. اليونت اوف لينث في الفرنش سيستم بنسميها سنتيمتر، طبعا سنتيمتر اللي هو سيام، والماس بالجرام اللي هو جي ام، والتايم بالسكند اللي هو اس اي سي. تاني يبقى الفرنش سيستم اللينث سنتيمتر، هناخد من هنا سنتيمتر سي اها، والماس بالجرام هناخد الجي، اوكي، والتايم بالسكند هناخد الاس. وعشان كده الفرنش سيستم بيختصروا بايه؟ سي جي اس، سنتيمتر جرام سكند، سنتيمتر جرام سكند، سنتيمتر جرام سكند، سي جي اس. ده كده بالنسبه لمين؟ للفرنش سيستم. تعال نشوف البريتش سيستم بقى نظامه ايه. اللينث بيبقى بالفوت اللي هو الاف تي، الماس بالباوند، الماس بالباوند، والتايم بالسكند. طبعا الفوت خدنا الاف اها الاف، والباوند خدنا البي، والسكند خدنا الاس. وعشان كده البريش سيستم بنختصره ب اف بي اس، اف بي اس اللي هو فوت باوند سكند، فوت باوند سكند. طيب نيجي للمتريك سيستم. المتريك سيستم اللينث بالمتر اللي هو الام، والماس بالكيلوجرام اللي هو الكي جي، والتايم بالسكند اللي هو سي اي اس سكند. طيب في اللينث خدنا الام ام، والماس خدنا الكيلوجرام خدنا الكي، والسكند في التايم خدنا مين يا شباب؟ الاس. وعشان كده المتريك سيستم بنختصره في ام كي اس، متر كيلوجرام سكند. يبقى انا عندي الفرنش سيستم سي جي اس، سنتيمتر جرام سكند، البريتش سيستم اللي هو اف بي اس اللي هو فوت باوند اند سكند، المتريك سيستم اللي هو المتر والكيلوجرام والسكند.
طبعا دول 3 فاندمنتال، دول كده بنقول عليهم الفاندمنتال فيزيكال كوانتيتيز، فاندمنتال فيزيكال كوانتيتيز، دول كانوا الثلاثه دول. بعد كده الساينتست ضافوا 4 كمان، اللي هم تعالوا نشوف اللينث المتر، الماس كيلو جرام، التايم بي السكند. دول الثلاثه اللي احنا خدناهم في الفرنش سيستم والبريش سيستم والمتريك سيستم. بعد كده الساينتست اضافوا 4 تانيين اللي هو الالكتريك كارنت انتنسيتي، خلي بالنا ده الالكتريك كارنت انتنسيتي او بنسميها الكارنت انتنسيتي، وده بيبقى بالامبير، اليونت بتاعته امبير امب. وعملوا الابسوليوت تمبريتشر اللي هي بالكلفن، طبعا احنا هنا في مصر شغالين بالسلازيوس، انما الكلفن ده تبع الانترناشونال سيستم اوف يونت اللي هو النظام الدولي. في عندنا الاماونت اوف ماتيريالز اللي هي المول ام او ال، ده اختصار المول، وده هناخدها في الكيمستري كتير. وفي اللامينس انتنسيتي، اللامينس انتنسيتي يا شباب اللي هي البرايتنس، البرايتنس اللي هي شده الضوء او الاضاءه، بس بناخدها بنقول عليها كانديلا، كانديلا اللي هي بنختصرها بسي دي، كانديلا كانديلا. يبقى انا عندي 3 فيزيكال كوانتيتيز اللي هم اللينث طبعا ال، الماس ام، التايم تي، في الالكتريك كارنت انتنسيتي اللي هي الاي، الابسوليوت تمبريتشر اللي هي تي كابيتال، الاماونت اوف ماتيريالز، الاماونت اوف ماتيريالز، وفي اللامينس انتنسيتي. ده كده الاربعه اللي هم ضافوهم، ودول الثلاثه الاساسيين. بعد كده الساينتست ضافوا 2 تمام كمان. في عندنا حاجه اسمها انجل ميجرمنت او بنسميها بلين انجل، بلين انجل بالظبط لما يكون عندي اكسس اهو وليكن اكس، وفي اكسس تاني وليكن واي، في بينهم انجل، انجل ده اسمها ثيتا، ده بنسميها بلين انجل، بنسميها بلين انجل، وده اليونت بتاعتها راديان او بنختصره بايه؟ راد. فبنقول البلين انجل يبقى اليونت بتاعتها ايه؟ راد. في سوليد انجل اللي هو موجوده في ال 3 دايمنشنز اللي هي في 3 دي، طبعا اليونت بتاعتها ايه؟ استريديان، اللي هي اس ار، اس ار اللي هو استريديان. ده كده اليونت بتاعتنا الفيزيكال كوانتيتي. ناخد بالنا ان التسعه دول ده يعتبر الفاندمنتال فيزيكال كوانتيتيز، اي حاجه غير التسعه دول يعتبر ايه؟ درايف. يبقى انا عندي اللينث متر، الماس كيلوغرام، التايم سكند، الالكتريك كارنت انتنسيتي امبير، الابسوليوت تمبريتشر كلفن، الاماونت اوف ماتيريال مول، اللامينس انتنسيتي كانديلا او سي دي كانديلا، البلين انجل ناخد بالنا دي اسمها بلين انجل طبعا راديان بنختصره براد، والسوليد انجل استريديان وبنختصره ب اس ار. ده كده اليونتس بتوعنا يا شباب، ده كده اليونتس على حسب الفرنش سيستم والبرش سيستم والمتريك سيستم، او بنقول عليه الاس اي يونت، او بنسميه الانترناشونال سيستم اوف يونتس اللي هو بيعتبر عندنا النظام الدولي. تمام كده احنا خلصنا كده الكي اليمنتس الثالث اللي هو الميجرنج يونتس. يبقى احنا خدنا في الفيديو الاولاني الفيزيكال كوانتيتيز وقسمناهم الفاندمنتال فيزيكال كوانتيتي ودرايفد فيزيكال كوانتيتيز، وخدنا كمان الميجرنج تولز، خدنا للينث والماس والتايم، وهنا خدنا الميجرنج يونتس في الفيديو ده، وخدنا اليونت على حسب الفرنش والبرش والمتريك اللي هم 3 يونتس اللي هم الفاندمنتال، وقلنا الساينتست اضافوا 4 كمان فبقى عندنا 7، وحاليا الساينتست اضافوا كمان 2 اللي هي البلين انجل راديان اللي هو راد، والسوليد ميجرمنت اللي هي استريديان. ده كده اليونتس اللي موجوده عندنا. تمام يا شباب، نيجي بعد كده لحاجه تانية اسمها ستاندرد يونت. الستاندرد يونت يعني حاجه بنسميها كده ستاندرد، حاجه قياسيه، حاجه معياريه. يعني فور اكزامبل لو انا جبت المتريك تيب، التيب بتاعنا بيبدا من زيرو وبينتهي عند كام يا شباب؟ 100 سنتيمتر. طبعا ده ايه 100 سنتيمتر، فالديستنس دي كده يا شباب بسميها 1 متر. طبعا اول سؤال يجي ليه الحته دي ساينتست سموها 1 متر؟ هنقول لان الساينتست اتفقوا وعملوا حاجه اسمها ستاندرد يونت. الستاندرد يونت ده اللي هي الحاجه المعياريه اللي العلماء بيعايروا عليها. فعندنا ثلاث حاجات، اول حاجه اللي هي الستاندرد لينث اللي هو بنسميه معيار الطول، معيار يا شباب الطول، يا اما بنسميه ستاندرد لينث او ستاندرد متر. يبقى ده الحاجه الطول اللي العلماء اتفقوا عليه وعايروا
عليه، وبعد كده بدأوا يعايروا عليه الحاجات اللي موجودة في ايدينا اللي هي بنسميها المتر العياري او الستاندرد لينث او الستاندرد ايه ميتر. طيب الساينتست عملوا ايه؟ جابوا تو ديفرنت ميتالز اللي هو البلاتينيوم والاريديوم، عندنا بلاتينيوم واريديوم، وعملوا منها رود اللي هو الرود اللي قدامنا ده. ده معمول من ايه؟ بلاتينيوم اند اريديوم الاي، بلاتينيوم اند اريديوم الاي. وكلمه الاي هتاخدها في الكيمستري كتير، ان انا عندي تو ديفرنت ميتالز بعمل لهم ميلتنج واعمل لهم ميكس توجذر فبيطلع لي حاجه جديده اسمها الاي. الاي ده الالاي ده معمول من البلاتينيوم اند اريديوم. وقاموا عاملين هنا كده علامه، وقاموا عاملين هنا كده ايه علامه، وقالوا تو ديستنس بتوين تو انكرافت ماركس، الديستنس دي كده تعتبر عندي 1 متر، وسموه ستاندرد لينث. ستاندرد ايه يا شباب؟ لينث، او بتسميه ستاندرد ايه؟ متر. يبقى لما نيجي نقول واتس مان باي ستاندرد لينث او ستاندرد متر، هنقول تو الديستنس، ات ذا ديستنس بتوين تو انكرافت ماركس، يعني علامتين محفورين. اها تو انكرافت ماركس ات ذا اند اوف رود، في نهايه رود ساق. الساق ده معمول من ايه؟ قال لي بلاتينيوم اند اريديوم الاي. قلنا كلمه الاي يعني البلاتينيوم والاريديوم معمولين لهم ميكس مع بعض، وده كابت ات زيرو سلازيوس ديجري، محفوظ عند درجه ايه؟ سلازيوس ديجري. تاني يبقى بنقول واتس مان باي ستاندرد لينث او ستاندرد متر، هنقول ده الديستنس بتوين تو ان جرافت ماركس ات ذا اند اوف رود ميد اوف بلاتينيوم اند اريديوم الاي كيبت ات زيرو سلازيوس ديجري. يبقى ده كده عندنا الستاندرد يا شباب، الستاندرد لينث، او بنسميه الستاندرد متر. نيجي على تاني حاجه عندنا ستاندرد ماس. طبعا الساينتست عملوا سلندر شكل السلندر كده تقريبا يعني اهو سلندر، والسلندر ده معموله من البلاتينيوم اند اريديوم الوي، وقالوا ان لها سبيسيفيك دايمنشن، وقالوا ان الماس بتاعتها تعتبر عندنا شباب ستاندرد ماس او ستاندرد كيلو جرام، يعني ده كده ايكوال 1 كيلو جرام. وده بقى الستاندرد الحاجه القياسيه بتاعتنا اللي العلماء بداوا بعد كده يعايروا ايه؟ يعايروا عليها، فسموها ايه؟ سموها ستاندرد ماس او ستاندرد كيلو جرام، ستاندرد ماس اور ستاندرد كيلو جرام. يبقى لما نيجي نقول واتس مان باي ستاندرد ماس، هنقول تز ماس اوف سلندر ميد اوف بلاتينيوم اند اريديوم الوي، وقلنا الالوي اللي هم التو ميتالز معمول لهم ميكس توجذر، وناخد بالنا اوف سبيسيفيك دايمنشنز يعني لها ابعاد محدده ومحفوظه ات زيرو سلازيوس ديجري. لما نيجي نقول تاني يا شباب واتس مان باي ستاندرد ماس او ستاندرد كيلو جرام، هنقول it is a mass of cylinder made of platinum and iridium alloy of a specific dimension kept at 0 Celsius degree. ويبقى كده عندنا شباب احنا عرفنا الستاندرد لينث والستاندرد ماس، يعني الستاندرد متر والستاندرد يا شباب كيلوجرام. طيب سؤال بقى مهم جدا، ليه الساينتست خدوا البلاتينيوم اند iridium alloy والبلاتينيوم والiridium وعملوا منها alloy عشان يعملوا منها الستاندرد كيلوجرام والستاندرد يا شباب متر؟ اشمعنى البلاتينم والاريديوم الوي؟ ده كده السؤال المهم بتاعنا، ان البلاتينم بلاتينيوم والاريديوم الوي is used in making the standard kilogram standard kilogram والستاندرد يا شباب والستاندرد متر. ليه يا شباب الساينتست اختاروا البلاتينم والاريديوم؟ ليه ما استخدموش الاير؟ ليه ما استخدموش الكوبر؟ ليه ما استخدموش النيكل؟ ليه ما استخدموش الجولد سيلفر؟ طبعا عندنا 3 reasons. نمبر 1 بنقول it is a rigid، يبقى الالوي البلاتينيوم والاريديوم الالوي ده it's rigid. What's meant by rigid؟ يعني hard، يعني very strong، قوية جدا. It's rigid. It is a rigid. Number two chemically خلي بالنا inactive، يعني غير نشطة كيميائيا، يعني مش هتعمل chemical reaction مع أي حاجة، فبنقول عليه إيه؟ chemically inactive. Chemically inactive. Number three وده مهم، حاجة مهمة جدا، not affected by surrounding temperature، مش هتتأثر بـ surrounding temperature، وعشان كده هم حافظوها at 0 Celsius degree لأن الـ temperature مش هتأثر فيها. يبقى احنا عندنا شباب لما نقول what's meant by standard meter، هنقول it is the distance between اللي هو الـ definition ده نجيبه اللي هو distance between two aircraft marks at the end of the route made of platinum and iridium alloy kept at 0 Celsius degree. لو قال لي what's meant by standard mass، قال له it is a mass of cylinder made of platinum and iridium alloy of specific dimension k
keep that zero Celsius degree. طب لو قال لي اشمعنى البلاتينيوم والاريديوم الله used in making standard kilogram and standard meter, اقول له because number one rigid, number two chemically inactive, number three not affected by the surrounding temperature. ده كده number two اللي هو الستاندرد ماس. نيجي number three standard time. طبعا يا شباب احنا عارفين ان احنا عندنا one day. ال one day ده فيه 24 hour. We ال hour فيها 60 minute. We ال minute فيها 60 second. تمام؟ يبقى معنى كده ان ال one day هيبقى equal 86400 second. يبقى ال one day equal الرقم ده second. يعني اليوم الواحد في 86400 second. طيب يا شباب لو حبينا نعكسها وعايزين نعرف ال 1 second هنقول ان ال 1 second هيبقى equal 1 over 86400 day. ده كده بالنسبه لمين يا شباب؟ ده كده بنسميها الستاندرد تايم او الستاندرد second. طيب بعد كده الساينتست عملوا حاجه اسمها اتوميك كلوك. بنسميها atomic clock او atomic cesium clock. atomic clock or atomic cesium يا شباب clock. ال atomic cesium clock ده عبارة عن clock مصنوعة من الميتال cesium. وطبعا احنا عارفين ان cesium ده radioactive. والclock ده بتبقى very very accurate. very accurate يعني دقيقة جدا جدا جدا. وعشان كده scientists بيستخدموها في ايه؟ اللي بيستخدموها determinations the duration of the earth's spin اللي هي دوران الارض حول نفسها. We shaking up for aviation and navigations. وبيستخدموها كمان في ال varying the journey schedule of the spaceships اللي هي رحلات الفضاء. ده كده ال standard time. يبقى احنا خدنا ال standard meter وخدنا ال standard كيلو جرام. تمام يا شباب؟ وخدنا ال standard second. ده كده ال standard unit. تمام كده يا شباب. نيجي الحاجة بقى مهمة اللي هي multiples and functions of units in the international system of a unit. يعني يا شباب لو انا عندي رقم كبير زي ده كده 1 مليون. طبعا في الفيزيكس او بيبقى الارقام كبيرة جدا جدا فمش هينفع نكتب 1 مليون. في الحالة دي بنعمل ايه يا شباب؟ بنقوم عاملين 10 باور ونبدأ نعد كام زيرو 1 2 3 4 5 6 0 يبقى 10 باور 6. يبقى ال 1 مليون هيبقى equal 10 باور 6. طب for example لو انا عندي 53 0 0 0 0 وليكن ده هعملها ازاي؟ هقوم اعملها كده يا شباب ادي ال 53 times 10 واشوف عندي هنا كده 1 2 3 4 5 يبقى times 10 باور يا شباب 4 5. ده كده اللي هي الارقام الكبيره بحولها الباور. والباور خلي بالنا بيبقى بالايه؟ بالبوزيتيف. طب لو انا عندي ارقام صغيره وليكن زي ده كده 0.000 مثلا وليكن 0 كمان 1 ببدا اشوف ايه؟ هشوف العلامه دي بعدها كام رقم. طب العلامه دي بعدها كام رقم؟ اد 1 2 3 4 5 يبقى ده هقول 10 باور نيجاتيف 5. 10 باور يا شباب نيجاتيف 5. تمام. طب لو عندي مثلا رقم زي ده 0.000 مثلا 5 3 ده ايكوال ايه؟ هشوف بعدها كم رقم؟ 1 2 3 4 5 فاقول 53 times 10 باور نيجاتيف يا شباب 5. او ممكن اعملها بطريقه ثانيه اقول 5.3 times 10 باور نيجاتيف 4. ليه؟ لان انا خدت 1 2 3 4. او ممكن اعملها 0.53 times 10 باور كام يا شباب؟ 3. ده كده بالنسبه للارقام الكبيره. وده كده بالنسبه للارقام الصغيره. طب لو انا عندي مثلا رقم زي ده كده 1 over 1000 اعمله ازاي؟ هخليه كده 1 over 10 باور 3. ولما يكون عندي الباور في الدومينيتور بالبوزيتيف بطلعه فوق بالنيجاتيف يبقى ده هيبقى ايكوال 10 باور نيجاتيف 3. تمام؟ طب لو انا عندي مثلا الرقم ده 0.000 مثلا 3 فده معنى ايه؟ ان الفيل بوينت بعدها اربع ارقام يبقى ده 3 times 10 باور نيجاتيف 4. او ممكن يبقى بالنسبه لي 3 over 10 باور ايه يا شباب؟ باور 4.
يعني الباور لو بالنيجاتيف فوق ممكن ننزله تحت بالبوزيتيف، ولو هو بالبوزيتيف تحت اطلعه فوق بالنيجاتيف. ده كده بنسميها المالتيبلز اند فانكشنز اوف يونتس ان انترناشونال سيستم في يونت. تعالوا نشوف حاجه مهمه جدا اللي هي مين يا شباب، اللي هي الكونفرجنس. تعالوا نشوف، لو انا عندي يا شباب يونت كده، اليونت ده اي يونت وليكن متر، في حاجات اكبر وفي حاجات اصغر. طب الحاجات الاكبر زي ايه؟ زي الكيلو، زي الميجا، وزي الجيجا، وزي التيرا. ده الحاجات الكبيرة. جميل، عشان احول من كيلو ناخد بالنا، لو انا بحول من big to small يعني من حاجة كبيرة لحاجة صغيرة، بعمل times 10 باور، والباور بيبقى positive. طب لو انا بحول من سمول، طبعا ده التايمز، بحول من سمول لبيج يعني من حاجه صغيره لحاجه كبيره، طبعا كنا بنقول قبل كده بنقسم بنعمل ديفيجن، لا هنا هنقول هنضرب، هتبقى تايمز وهتبقى 10، والباور هنا هيبقى بالايه؟ بالنيجاتيف. تعالوا نشوف، لو انا بحول من كيلو ليونت، من كيلو يونت ليونت يعني من كيلو متر لمتر، هعمل ايه؟ هيبقى الباور من جاي من كبير لصغير، يبقى الباور هنا بالايه؟ بالبوزيتيف، يبقى 10 باور 3. طب لو انا راجع يا شباب هيبقى الباور بالنيجاتيف، يعني ليه؟ لان جاي من صغير لكبير، يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 3. ده بالنسبه للكيلو، تمام. طب تعالوا ناخد مثلا الميجا، من ميجا يونت ليونت يعني من كبير لصغير، واقوم عامل تايمز 10 باور 6. طب لو انا راجع يعني من صغير لكبير، هيبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 6. ده بالنسبه لمين؟ للميجا. طب تعالوا نشوف الجيجا، الجيجا يونت ليونت يعني من كبير لصغير، هيبقى تايمز 10 باور 9. طب لو انا راجع هيبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 9، تمام. طب تعالوا نشوف التيرا، التيرا يونت ليونت يعني من كبير لصغير، هيبقى تايمز 10 باور 12. طب لو خدت من اليونت للتيرا يعني من صغير لكبير، هيبقى تايمز 10 باور نيجاتيف يا شباب 12. ده كده بالنسبة لمين يا شباب؟ بالنسبة للحاجات اللي هي أكبر من اليونت. طب بالنسبة للحاجات الصغيرة بقى، هنلاقي في عندنا السنتي، السنتي يونت، في عندنا الملي يونت، في عندنا الماكرو، والماكرو ده بيبقى لتر يو عامل بالشكل كده، وفي حاجة أصغر من الماكرو اللي هو النانو، والنانو ده بنختصره بإن، وفي حاجة أصغر من النانو اللي هو الأنجستروم، انجستروم، والانجستروم بيبقى ايه، وفي حاجه اصغر من الانجستروم اللي هو البيكو، البيكو وده بيبقى بي، وفي حاجه كمان اللي هي مين؟ الفيمتو، تمام، زي الفيمتو سكند كده. تعالوا نشوف بقى، من سنتي يونت ليونت يعني من صغير لكبير، زي كاني بحول من سنتيمتر لمتر. طب السنتي المتر في كام سنتي؟ في 100، فلما اجي احول من سنتي صغير لمتر هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 2. طب لو جيت من المتر تو سنتيمتر يعني من كبير لصغير، هيبقى تايمز 10 باور 2. ده بالنسبه لمين يا شباب؟ بالنسبه للسنتي. طيب تعال نشوف مثلا الملي، هحول من ملي يونت ليونت يعني من صغير لكبير، هيبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 3. طب من اليونت اليونت للملي يونت يعني من كبير لصغير، هيبقى تايمز 10 باور 3. خلي بالنا ان الملي بيعادل مين يا شباب؟ بيعادل الكيلو، بس الفرق ان الملي صغير والكيلو ايه؟ كبير. والميجا بيعادل الماكرو بيعادل الميجا، والنانو بيعادل الجيجا، والبيكو بيعادل التيرا. تعالوا نشوف البيكو يونت، طبعا هحول منين يا شباب؟ من الماكرو لليونت يعني صغير لكبير، بعملها تايمز 10 باور نيجاتيف 6، ولو رجعت هيبقى تايمز 10 باور 6 يعني من يونت لماكرو، تمام. اللي بعده بيقول لي النانو، تعالوا نشوف النانو، النانو صغير من نانو يونت يونت، يبقى هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف كام يا شباب؟ نيجاتيف 9. طب لو جيت من اليونت للنانو يونت هعمل تايمز 10 باور 9، تمام. تعالوا نشوف الانجستروم، الانجستروم من انجستروم ليونت يعني من صغير لكبير، هيبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 10. طب ولو رجعت هيبقى تايمز 10 باور 10. طبعا هتبان بالتفصيل قوي 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 شباب فين؟ في البروبلم. تعالوا نشوف مثلا البيكو،
البيكو من بيكو يونت ليونت يعني من صغير لكبير هيبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 12 ولو رجعت هيبقى تايمز 10 باور 12 اخر حاجه اللي هي الفيمتو من فيمتو يونت ليونت هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 15 ومن اليونت للفيمتو هيبقى تايمز 10 باور 15 ده كده الكونفرجنس يا شباب الكونفرجنس بتاعنا تعالوا نشوف البروبلم في البروبلم بقى يا شباب خلوا اليونت في النص كده وحولوا ليها وبعد كده منها لليونت الثانيه يعني فور اكزامبل لو انا عندي مثلا 1 سنتيمتر او 3 سنتيمتر قال لي حولهم لي للكيلو متر هبدا اخد من السنتيمتر للستاندرد يونت بتاعتنا اللي هي المتر والمتر اروح لمين للكيلومتر تعالوا نشوف من سنتيمتر لمتر يعني من صغير لكبير هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف كام شباب 2 وبعد كده من متر لكيلو متر يعني من صغير لكبير هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 3 يبقى هنا كده من الستاندرد من سنتيمتر للكيلومتر يبقى هعمل ايه يا شباب هعمل الرقمين دول تايمز وطبعا لما نيجي نعمل تايمز الباور بيبقى بلس يبقى في الحاله دي 3 سنتيمتر هيبقى ايكوال 3 تايمز 10 باور نيجاتيف هنا 2 و 3 يبقى باور كام يا شباب 5 كيلو متر ده كده بروبلم عندنا تمام طيب تعال نشوف مثلا حاجه ثانيه اما يقول لي مثلا ما يقول لي يا شباب مثلا 7 ملي متر ايكوال سبيس مايكرومتر يعني حول الملي ليه للماكرو هم عامل يا شباب هم واخد الملي الستاندرد بتاعتنا المتر ومن المتر ليه للماكرو ايه متر طب من الملي متر للمتر يعني من صغير لكبير بعمل كام فين الملي للمتر يبقى بعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 3 طب من المتر بقى للماكرو يعني من كبير لصغير هعمل تايمز 10 باور 6 طب لو انا خدتها كده على طول يا شباب هعمل تايمز للرقمين دول ولما اجي اعمل تايمز يبقى الباور بايه بيعمل له اديشن يبقى في الحاله دي هقول ال7 مليمتر هيبقى ايكوال 7 تايمز هيبقى 10 باور نيجاتيف 3 تايمز 10 باور 6 هعمل لهم اديشن للباور يبقى 6 ماينس 3 يبقى 3 يبقى 10 باور 3 ماكرو يا شباب ماكرومتر ده كده يعتبر اكزامبل طبعا هنحدد فيديو خاص بالمسائل على الحته دي كده بس هنقعد نحل مسائل على الحته دي طب في حاجه كمان مهمه قوي عايز اقولها لو انا عندي مثلا وليكن 1 متر بلس 170 سنتيمتر هل ايكوال ايه يا شباب عندي طريقه من الاثنين الطريقه الاولى ان انا احول المتر من 1 متر هيبقى احوله يبقى 100 سنتيمتر وابدا اعمل لهم بلس يبقى 100 سنتيمتر بلس 170 سنتيمتر وفي الحاله دي هيبقى ايكوال 270 سنتيمتر ده كده حاله او احول ده كده من سنتيمتر لمتر يبقى اعمله تايمز 10 باور نيجاتيف 2 يبقى في الحاله دي هيبقى ايكوال 1.7 متر واقوم عامل 1 متر بلس 1.7 متر ويبقى ده ايكوال 2.7 متر يا اما اجيبه كده يا اما اجيبه كده طبعا في المسائل بتبقى عندي تشويسز اختيارات فبجرب الحاله الاولى اللي هو احول المتر للسنتيمتر واشوف لقيت الاختيار ده موجود ماشي مش موجود ابدا اغير بقى احول السنتيمتر لمتر واجيبها بالطريقه ده ويبقى كده خلصنا اليونتس والستاندرد يونتس وخلصنا الكونفرجنس ويبقى كده خلصنا الدرس الثاني هتبقى لنا جزء هناخده في الدرس الثالث ان شاء الله اسمه الدايمنشنال فورمولا ده هنخليه فيديو لوحده لان ده حته مهمه جدا هنستكمل الجزء ده كده ان شاء الله ولو عندك سؤال انزل اكتبه لي تحت في الكومنتس وما تنساش الزرار اللي هو عامل لايك اضغط عليه ولو انت مش مشترك اشترك معانا واشوفكم في الجزء الثالث ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.